هكلمكم النهارده عن علاج اقتصادي جدا وفعال جدا لمشكله التجاعيد. مش بس هيظبط عندنا مشكله التجاعيد والخطوط الرفيعه، ده كمان هيعمل لنا وقايه من ظهور التجاعيد، هيعالج عندنا الخطوط الرفيعه اللي ظهرت عندنا في الايد، كمان هيساعدنا ان احنا نفتح ايدينا ويقشرها، ويعالج عندنا اي تصبغات. يعني من الاخر هيخلي شكل الايد افضل بكتير من حيث التجاعيد ومن حيث التصبغات والتفتيح. كل المطلوب مننا هو 3 خطوات بس. اول خطوه معانا وهي تركيبه احنا هنعملها، التركيبه دي هتبقى عباره عن كريمين. الكريم ده هيبقى لا اما تجيبي اكريتين او اكني فري زي ما تحبي، او البديل ليه بره مصر وهو الريتين ايه. هتجيبي تركيز نص عادي او تركيز ربع اللي تلاقيه، بس طبعا تركيز النص اقوى من تركيز الربع. هتستخدميه ازاي؟ ان انت تاخدي نقطه صغيره من الاكريتين او الاكني فري او الريتين ايه، وهتاخدي قدها نقطتين من كريم البانسينول، تخلطيهم مع بعض، يعني كميه من البانسينول او البيبانسن ضعف كميه الاكريتين، خلطهم مع بعض وندهنهم على الايد 3 مرات في الاسبوع. الفكره ايه بقى؟ الفكره ان الاكريتين او الريتين اي او اي حاجه من الحاجات دي فيها ماده فعاله قويه جدا من مشتقات فيتامين اي او من عيله الريتينويد اللي هي التريتينوين. الماده دي مثبته علميا ان هي فعاله سواء في الوقايه من التجاعيد او علاج الخطوط الرفيعه وشد الجلد، وفي نفس الوقت هي لها تاثير مؤشر ومجدد لخلايا الجلد وبتساعد على التخلص من اي تصبغات. فاحنا كده بنضرب عصفورين بحجر واحد. طبعا الكريمات دي كلها رخيصه جدا، تقريبا في حدود 15 جنيه. خلاص، فدي اول خطوه معانا. الخطوه الثانيه ان انت هتستخدمي مرطب يكون فيه تركيز يوريا 10%. اليوريا من المواد مرطبه قويه جدا وبتساعد على الجلد يحتفظ بالرطوبه وبالميه اللي فيه اطول فتره ممكنه، زي مثلا كريم الكربامايد لو انت عندنا في مصر، او بره مصر شوفي اي كريم فيه يوريا تركيز 10% واستخدميه، ترطبي بيه ايدك مره يوميا طول، يعني كل يوم مش يوم ويوم، هنرطب بيه كل يوم. الخطوه الثالثه معانا وهي ان احنا هنستخدم اي واق شمس للايد. اساسي لو انت عايز تاخر التجاعيد اللي في ايدك او بدات يظهر عندك خطوط رفيعه ومش عايزه الموضوع يتطور معاكي، لازم زي ما بتحمي وشك من اشعه الشمس تحمي ايدك من اشعه الشمس، ومش شرط ان انت تجيبي اغلى نوع واقي شمس. يعني مثلا عندنا في مصر في نوع اسمه ايفا سون اند سي، ده سعره اقتصادي جدا. في نوع مثلا من شركه لونا برضو سعره اقتصادي جدا وفعاليته كويسه. اي سان بلوك من النوعين دول او اي نوع اقتصادي متوفر عندك تقدري ان انت تستخدميه بشكل يومي قبل ما تنزلي بنص ساعه لو انت بتتعرضي للشمس على ايدك بشكل يومي. وطبعا مش محتاجه اقول لكم ان احنا ما ينفعش نستخدم الاكريتين وما نستخدمش صن بلوك تاني يوم واحنا نازلين، يعني هما الاثنين مقترنين ببعض. تالت حاجه عندنا وهي ان انا احمي ايدي من المنظفات. المنظفات كلها فيها مواد بتعمل جفاف شديد للجلد وبتسرع ظهور الخطوط الرفيعه في الايد. قدامك حل من اتنين، يا اما الحل الاسهل والامن ان انت تلبسي اي جوانتي، انا عن نفسي بستخدمه الجوانتي اللي بيبقى واصل لحد هنا، ده بيضمن لك ان مفيش اي ميه هتدخل وبيعيش، وكمان ممكن تجيبيه مبطن في الشتاء عشان يدفيكي، تمام. او ان انت تدهني طبقه فازلين خفيفه على ايدك قبل ما تبداي تغسلي الاطباق. لو انت مش من الناس اللي بتحب تلبس جوانتي ومش متعوده على كده، طبقه الفازلين دي هتقلل جدا اختراق الكيماويات الضاره اللي في المنظفات لايدك، فالى حد ما بتحمي بنسبه كبيره من تاثير الضار للمنظفات. بس كده، دي الخطوات البسيطه، طبقوها وان شاء الله تشوفوا نتيجه كويسه معاها. اتمنى يكون الفيديو افادكم، ولو الفيديو عجبكم او سمعتوا اي معلومه جديده بالنسبه لكم ما تنسوش تشتركوا في القناه وتفعلوا الجرس وتعملوا اعجاب على الفيديو عشان يوصل لاكبر قدر من الناس ويستفادوا. اشوفكم على خير ان شاء الله.